للمرة الثانية وجهت الفنانة المغربية فرحة الفاسي رسالة لوالدتها الراحلة، وذلك عبر أحدث منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام. عمدت الفاسي على نشر هذه الصورة لوالدتها، حيث أرفقتها بتعليق جاء فيه: اليوم يمر شهر على رحيلك يا أمي، والصمت يعذبني يرهقني ويزيد آهاتي، لا أجد من أبوح له عن ما في داخلي غيرك، دموعي لا تجدي ونسيانك لا أقدر عليه، فراقك أصعب مما توقعت، ماذا أفعل يا أمي؟ وجرحي كل يوم يكبر ويحفر ذكراك في الأعماق، كلما أتذكرك يتجدد في ذكراك ألف جرح وأموت أكثر. رحلت عنا سريعا، ولكأن حكاية رحيلك كانت حلما والوداع كان وهما. اطمئني يا أمي، نحن بموتك مصدقون، ونحن على فقدانك إن شاء الله صابرون محتسبون، إن لله وإن إليه راجعون، الحمد لله.